أعربت إدارة مهرجان العالمين الجديدة عن أسمى مقامات التقدير والاحترام وأبلغ معاني الترحيب والحفاوة بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي بصحبته سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في جولة كريمة بين رواد المهرجان وأهالي مدينة العالمين الجديدة الكرام. وإذ تسعد إدارة مهرجان العالمين الجديدة والذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بهذا التشريف والتكريم، فإنها تفخر وأهالي محافظة مطروح وعموم المصريين بوجود المهرجان على أرض مصرية شهدت أكبر تحول من الصحراء والألغام إلى التنمية والعمران لتصبح نموذجا بين أبهى المدن العالمية، وتستقبل المهرجان الأبرز في الشرق الأوسط، ولتتميز بكونها موقعا مميزا لتحقق الأحلام بلا حدود، وذلك بفضل أياد مصرية وجهود مخلصة لقيادة سياسية واعية وملهمة وقادرة على صناعة الأفضل لأبناء مصر بفضل الله وتوفيقه، لتصبح بهذا مدينة العالمين الجديدة برمتها أيقونة للبحر المتوسط، ليصبح مهرجان العالمين الجديدة حدثا تنمويا وإنسانيا يتبنى مشروع صناعة الوعي وبناء الإنسان الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.